السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر 2024-2025. هنعرف المصاريف وتوقعات التنسيق والأوراق المطلوبة ومعلومات مهمة عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، صلوا على النبي، ما تنسوش متابعة القناة واللايك والشير عشان يوصلوك كل فيديوهاتنا الجديدة. اول حاجة هنعرفها الكليات اللي موجودة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر. اول حاجة موجودة فيها هي كلية الطب البشري، موجود فيها كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية العلاج الطبيعي، في كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، في كلية جراحة الفم والاسنان، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية الإدارة والاقتصاد، كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، وكلية الآثار والإرشاد السياحي، في كلية التربية الخاصة، في كلية اللغات والترجمة. كمان فيها دراسات عليا لكلية الطب البشري وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي وكلية جراحة الفم والأسنان وكلية التكنولوجيا الحيوية وكلية الهندسة وكلية تكنولوجيا المعلومات وكلية الآثار والإرشاد السياحي وكلية اللغات والترجمة وكلية الإدارة والاقتصاد. ديت بالنسبة للكليات الموجودة فيها. شروط التقديم في الجامعة إن يكون الطالب مصري الجنسية، إن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في وزارة التربية والتعليم، أن يكون الطالب حاصل على مجموع لا يقل عن الحد الأدنى للقبول في الكلية المراد للالتحاق بها، أن يكون الطالب لائق طبيا للالتحاق بالجامعة. ومن ضمن شروط الجامعة أن يجتاز الطالب اختبارات القبول اللي بتحددها الجامعة. التقديم بيكون عن طريق ملء نموذج الطلب عبر الموقع الرسمي للجامعة، بتكتب على جوجل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر، بيظهر لك الموقع الرسمي الخاص بيها، وبعد كده بتتواصل مع الجامعة، بتقوم الجامعة بمراجعة الطلبات والوثائق بعناية، وبيتم اعطاء المتقدمين المؤهلين خطاب قبول، وفي بعض الحالات بيتم وضع الطالب في قائمة الانتظار في حالة لاتخاذ القرار النهائي بيه. طيب بالنسبة لمصاريف جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالنسبة للمصاريف، أول حاجة عندنا مصاريف كلية الطب البشري 155,000 جنيه، ديت زائد مصاريف إدارية وتضاف إليها. في مصاريف كلية جراحة طب الفم والأسنان 145,000 جنيه، في مصاريف كلية العلاج الطبيعي 95,000 جنيه. كل المصاريف دي زائد مصاريف إدارية زي ما موجود قدامنا في الصورة. في كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 95,000 جنيه، كلية العلوم الطبية التطبيقية 55,000 جنيه، كلية الهندسة 70,000 جنيه، كلية تكنولوجيا المعلومات 55,000 جنيه، وكلية الإدارة والاقتصاد 55,000، وكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات 55,000، وكلية الآثار والإرشاد السياحي 40,000 جنيه، كلية التربية الخاصة 40,000 جنيه، وكلية اللغات والترجمة 55,000 جنيه. كل دول بيضاف لكل كلية مصاريف إدارية خاصة بيها موجودة في الصورة زي ما احنا شايفين. هنيجي نتكلم عن آخر حاجة، توقعات التنسيق طبقا أو مقارنة بالعام الماضي. أول حاجة توقعات الطب البشري 80%، طب الفم والأسنان 78%، العلاج الطبيعي 76%، الصيدلة والتصنيع الدوائي 72%، العلوم الطبية التطبيقية 55%، اللغات والترجمة 55%، التمريض 55%، الهندسة 68%، تكنولوجيا المعلومات 55%، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 55%، الإدارة والاقتصاد 55%، الآثار والإرشاد السياحي 55%، والتربية 55%. دي كل المعلومات الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مصر.
كل التفاصيل الخاصة بيها. أي معلومة زيادة عايزين تتأكدوا منها تواصلوا مع الجامعة بشكل مباشر عن طريق الموقع الرسمي الخاص بيهم، هتلاقوا برضو في الصفحة أرقام للتليفون، اتصلوا بيهم وتواصلوا معاهم وعرفوا أي معلومة عايزين تتأكدوا منها. كده وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنسوش اللايك والشير، ومع السلامة.